مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وانتم بتابعوا فيديو اليوم، معكم أنا عليا ورجعت لكم فيديو جديد. أهلا وسهلا فيكم وبكل الصبايا اللي نورت عائلتنا جديد. خلي لي قلبكم وربي يسعدكم إن شاء الله يا رب. شوفوا كملت لكم الفيديو من عاد ما نهيته امبارحة، امبارحة الفيديو اللي قبل هذا. خلي لي قلبكم، الله يسعدكم يا رب. طبعا أغلب الصبايا حزرت إنه أنا رايحة عند أختي، فهلأ إذا حابين تعرفوا إذا كنت رايحة عند أختي أو لا، خلونا نتابع الفيديو سوا مع بعضنا. كتير صبايا كتبوا لي إنه أنتي رايحة عند أختك، أنتي رايحة عند أختك. شوفوا هلأ هون، أول شيء كنت مجهزة الأغراض وموعد الباص اللي رح نمشي فيه الكرنك الساعة 5:30، ومثل ما شايفين 5:45 أنا كنت في البيت. بس تمام، البول يعني هذا الكراج كتير قريب علينا. هون وصلنا وطلعنا بأول بولمان، نفس المنطقة اللي رايح عليها. مزبوط، أنا رايح عند بطمان عند أختي، ما حبيت أحكي أخبي عليكم أكتر من هيك مشان أقدر أخذ راحتي بالحديث. شوفوا هون الباص، طلعنا بأول بولمان وقعدنا هنين اثنين بطمان، بس كانت كل وحدة شركة. بعد 10 دقائق نزلنا منه طلعنا بالثاني. عن جد موقف كان كتير مضحك، سبحان الله. يعني على هيك دقيقتين ثلاثة لو ما متصلين فيني كان مشي هداك الكرنك وراحت علينا وتأجلت الرحلة. بس الحمد لله على كل حال انه مشي الحال، يعني الشركة اتصلت فينا ورجعنا طلعنا. وهون رحنا كنا بالطريق، طبعا الطريق هو كتير طويل، يعني 12 ساعة من انطاكيا لباتمان، انه 12 ساعة كتير بعيدة عننا. يعني بصراحة تعب تعب كتير. هلأ طيارة في مطار هون ببطمان، بس أما ما في من هطاي لبطمان طيارة، حصرا ترانزيت. يعني رح نطلع على اسطنبول، تقعدوا باسطنبول 10 ساعات 12 ساعة حسب وقت الطيارة اللي رح توقف فيه، ترجعوا من اسطنبول لبطمان. فكتير صعب الطريق. لأ بقى صفة هيك يعني إنه أرحم، يعني مثل ما بقولوا. وإيه والله هيك جينا أنا وإختي بس. هلا مثل ما سمعتوا بالعنوان، مزبوط انا عفت اولادي الاثنين الكبار وجبت الاثنين الصغار، عفتهم مع الماما، مع انه يعني عطلي هلا لازم جايبتهم، بس ما هن ما بنتي ما حبيت تجي، وما جبت الصبي وتركت البنت، عرفتوا؟ فضلوا الاثنين عند ماما بالبيت وجبت معي الاثنين الصغار. طبعا زوجي في البيت، بس اما اولادي رح يضلوا عند ماما. هم بعد ما وصلنا اجى زوج اختي ياخذنا من الكراج، الله يرزقه يا رب. وهلا خلونا نشوف شلون الاجواء ببيت اختي. يلا خلونا نروح نوصل لعندها ونشوف الاجواء عندها. وطبعا اول شيء ان شاء الله هيك كل حدا بعيد عن اهله مغترب عن اهله وصلوا هيك زمان ما شاف اهله، ان شاء الله بينجمع مع اهله واخواته وحبايب قلبه عن قريب ان شاء الله يا رب. لانه عن جد ما في احلى من لمه الاهل. ربي يكرمكم ويسعدكم، وان شاء الله كل حدا بيتمنى بيتحقق له ان شاء الله يا رب. عن جد كانت هي من احلى اللحظات. يعني شوفوا شو مجهز لنا اختي، شوفوا شوفوا من وصلتنا القهوه على النار عشان تعرفوا. جاينا جوزك الزلمه مي لانه لا شوفوا عم تجهز لنا حرام. هلا هون طبعا كانت الساعة 6 الصبح وانا صوتي شوي هيك متغير لانه الطريق برد كتير، وانه كان برد. هلا بالبولمان شوب كتير يعني عرفتوا، بس اما وقت اللي ذاتا ما نزلنا استراحات، والله استراحة وحدة يعني بما انه الدنيا ليل ومعنا اولاد صغار، يعني الحمد لله كانوا نايمين وما نزلنا استراحات كتير. اي والله، وكنا يعني اخذين معنا اغراضنا وهيك مشان انه نحاول قدر الامكان ما ننزل. هون كانت مجهزة الفطور مع انه وقت كتير بكير يعني، بس الله يرزقهم كانت مجهزة لنا الفطور. ومن على الطريق عم تحكي معنا قال ايش بدكم؟ قلت اول شيء القهوه، بتحطي القهوه على النار وقت اللي كنا بالكراج، يعني وقت اللي راح اجى جوزها ياخذنا، قلت له بتحطي القهوه على بين ما نوصل. الله يرزقهم يا رب. هيك كانت التحضيرات، مجهزة لنا فطور، طبعا شربنا اول شيء القهوه وبعدها كانت مجهزه الفطور حطته. الله يرزقهم يا رب، وان شاء الله هيك الله يديمنا لبعض. عن جد ما في احلى من الاخوه والهيك جمعة العيلة. هلا هي اختي اللي بقى لكم نص الثاني وتوأم روحي، هي انا يعني هي كمالتي لانا لالي مو لانا، هي كمالتي لالي. هلا طبعا بعد ما فطرنا وارتحنا وهيك قعدنا شوي شربنا القهوه مره ثانيه، بصراحه نمنا شوي لانه نحن كتير تعبانين. نحن من النوع اللي بالباص مثلا وقت على الطريق ما نمنا نهائيا، لا انا ولا اختي. طبعا جايين انا واختي اللي اصغر مني، جايين عند كمان هذيك الثانيه اصغر من اللي جايين لعندها لسه. فهلا غلينا قهوه وطلعنا نشرب على البلكون. عن جد القهوه بتكون طعمتها غير شكل. هي اختي اللي عندي اغلى من الدنيا، خطوي قلبي معاها ولا بنحني، والورد قبالة دبل والقمر انطفى، عاكت فدمع نزل من الفرحة اختفى، والورد قبالة دبل
القمر انطفى عاكت فدمع عيني نزل من الفرحة اختفى وبعيسى أنا جاي يكون السند إلها وضحكتها فيها براءة وتسلم لرقتها هي هيك كانت أجواءنا أنا وخواتي وقعدنا نشرب هيك قهوة عصرية والشمس كانت طالعة كتير حلوة الأجواء عن جد كنت بشتهيكم كليتكم معي خلي لي قلبكم مين وصلت معي لهلا وما حطت لي لايك كل وحدة كرمال أختها وبتحب أختها يلا حطوا لي لايك وكتبوا لي تعليق حلو من إيديكم مشان ترفعوا لي أنتوا الفيديو ربي يسعدكم وهلا بعد ما رح نشرب القهوة رح ندخل طبعا عندهم كتير برد يعني اختلف علينا الجو نحن عنا أنطاكيا لا هون لو كان شمس أنطاكيا الجو عنا قريب لجو سوريا كتير يعني شوب وهيك هون لا كتير كتير برد يعني تخيلوا أنا حاطة التدفئة ببيتي أنه 37 وقت اللي برد كتير من عليها 40 أكتر الشي عند أختي هلأ 50 وتمام أنه برد ما أنه شوب عرفتوا فبطمن كتير يعني برد هي صايرة هاي على حدود العراق أبدا مباشر هلأ ورانا العراق وتحياتي بالمناسبة لأهل العراق هلأ هون المسا طبعا بلشت أختي تجهز لنا العشاء الله يرزقهم يا رب عملت سفرجلية وفريكة ورز طبعا كانت رح تسوي جنبون يبرق نحن ما خليناها أنا لمشان ما تلفي لحالك تمام خلص عيفي بس نجي نحن منساعدك فيه أنه منلفه سوا يعني أنه ما في داعي خلص غير الله كتير أنه ذاتا نحن ما لنا غريبين وما لنا جايين أنه مشان أكل وهيك أنه جايين نشوف أختي وننبسط معه ونقضي أكتر الوقت عرفتوا يعني أنه ما نلتهي كتير أنه هيك بالطبخ أنه لا نقعد ونقضي الوقت كتير سوا ربي هيك يديمنا لبعض ان شاء الله يا رب ويديمكم انتوا لبعض عن جد فرحتي كتير كبيرة يعني ما بعرف اعبر منتبهين على صوتي عن جد والله ما بعرف اعبر عن فرحتي انه هيك كانت هاي اختي كتير قريبة مني وصارت كتير بعيدة ويعني مع انه يوميا انا وياها فيديو انه ساعة ساعتين رح نحكي يوميا هي اقل شيء يعني عرفتوا انه كتير هيك قريبين من بعض طبعا كليتنا هيك والصغيرة وكليتنا بس هاي انه يعني هيك مو من عمري تقريبا فبتبقى أقرب وحدة لألي طبعا هي ساكنة بطمان وعندها 3 صبيان أكيد رح تسألوني كليتكم وهي أختي متزوجة تركي عرفتوا يعني هي أختي اللي متزوجة تركي جوزة تركي هاي أختي الله يرزقه يا رب ويديمه وإن شاء الله هيك بيته عامر إن شاء الله يا رب عن جد إنسان كتير محترم مرة كتير سألتوني رأيي بالأتراك إنه كيف الأتراك وهيك طبعا ما كل الناس مثل بعضها كل الناس خير وبركة وفي المنيح وفي لا وفي هيك بس الحمد لله ألف الحمد لله طبعا الكويس أكيد كل العالم رح تكون مثله مثل ما بتعاملي رح تتعاملي شيء أكيد يعني والحمد لله يعني إلا ما يعني كيف ما في إنسان كامل تمام فمثله مثل السوري يعني كل شخص أنه حسب طباعه وصفاته ومعاملته بس حرام والله ما في مثله الله يرزقه يا رب وما شاء الله ونعم الأخلاق بس كان الإنسان دين وبيعرف رب العالمين خلص ما تخافي منه يعني بس كان الإنسان دين خلص يعني بيعرف رب العالمين لو إيش من كان أكيد ما تخافي منه والحمد لله هو يعني أنه بيصلي وبيعرف ربنا وعلى فكرة جوز إختي ما تركي أنه تركي 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 كردي عرفته فعن جد يعني ما شاء الله ونعم الأخلاق وهذا ماكس ابن أختي ما شاء الله وأنا كتير بخاف من القطط عن جد يعني عندي فوبيا أنه هيك ما بإيدي يعني عرفته هو بيعرفني أنه بخاف سبحان الله تقولي الحيوانات بتفهم بيروح وبيجي بنكون قاعدين في المطبخ بيقعد على الكرسي اللي تحت اللي أنا قاعدة عليه مثلا بالليل نحن نايمين عم يجي وين هيك فوق إجري بيتشطح هون أختي كانت عم تطامي عن جد سبحان الله مشان تقولي حببني فيه لأنه أنا كتير هيك أنه بخاف ما بدقره وعادي ما بعمل ردة فعل الزيادة بس انا ما بحب ادورهم يعني عرفتوا هيك ما بعرف مع انه اولادي كتير بحبوا ما شاء الله هي من يستهم بعد ما تحمموا وصار الليل خلاص الاولاد وانطفيت عندهم الكهرباء لانه كانوا قبل بيوم يعني تعبانين طريق السفر تعبانين فيه هلا منيسة بعد ما تحممت عم تتمشط وقال بدها تمشط القطة وهيك هذا كان فيديو اليوم ما حبيت أطول كتير عليكم فيه وبنفس الوقت إنه ما حبيت أتأخر عليكم لو إنه أنا كنت برات البيت إنه حبيت إنه أنزلكم فيديو بما إنه أكتر الصبايا حزرت ربي يكرمكم إن شاء الله يا رب
عن جد شكرا كثير من قلبي، وبتمنى تساعدوني والله كثير بتتعب بالتصوير وهيك بصراحه، يعني كثير اوقات بمل بقول بس انه استسلم، مستحيل يعني انه استسلم، عرفتوا؟ فبتمنى من كل حدا انه هيك لايك صغير من ايديكم الحلوين وتشاركوا الفيديو مع رفقاتكم، عن جد بكون ممنونه. لو كل وحده شاركته مع وحده كل فيديو بينزل بيصير 1000 و2000 زياده، عن جد يعني انه هيك بتتحسن القناه، انا بتشجع عرفتوا انه انتم بتشجعوني. طبعا اللي حاببني اذا حابيني وكنت كثير خفيفه عليكم بتمنى انه هيك تساعدوني وتنشروا الفيديو. هلا شوفوا هنا اختي الصغيره حطت الكستنه، بما انه ما في صوب بالبيت تدفئه يعني رح تسوي لنا اياها هيك نقعد نسهر سوا مع بعضنا، فحطيت مي سخنه وحطيتها في قلبها 10 دقائق. بعد 10 دقائق اجت صارت تتحزب هالشكل، يعني انه تقطعها هيك من النص، وبعدين عافتها شوي منقوعه بالمي ورجعت غلتها تقريبا شي 10 دقائق ثانيات استوت وقلتها، عن جد كانها معموله على الصوبه ومستويه كثير، او انه كانها معموله عند الزلمه، عن جد يسلم ايديها كثير طلعت طيبه بصراحه. انا هي اول مره بدوقها هيك، انا بعرفها بس مشويه يعني انه بنحطها على صوبه على هيك شيء، بس لا والله بهالطريقه كثير طيبه، وعن جد بنصحكم انه تسويها رح تطلعوا كثير طيبه، يعني انه جربوها وشوفوا. ولهون بقلكم خلص يلا سلام، شوفوا كمالة الفيديو، شوفوا سهرتنا، بحبكم كتير ولا تنسوني من اللايك، والله يسعدكم يا رب. وكل الصبية ضلت معنا لهلأ تكتب لي بالتعليقات، وأكيد رح أشارك معكم كل الأجواء في فيديو التاني وتالت حسب الوقت اللي رح نكون نحن فيه هم موجودين، بس إن شاء الله بعد بكرة يوم أي يوم، لا لأنه شفتوا عم بنزل هلأ فيديو كنت، بس وقت تجينا اضطريت إنه أطول شوي بسبة الظروف يعني، وإنه هيك تجهيزات وتطبيق الاغراض وشراء الاغراض وهيك، فرح اشارك معكم. واذا حابين كمان اعملكم جوله ببيت اختي كمان كتبوا لي، كمان رح اعملكم جوله ببيت اختي. وهلا بلشت كمان اختي الصغيره على فكره شقد انا بحب انه اعمل وازين وهيك، هذيك من قلها مخ عندها هيك لسه شغلات اكثر مننا، بلشت تعملنا عصير الموهيتو، طبعا هي مو الصغيره على طول هيك بتعملنا الشغلات. وهلا هون اذا كمان حابين اشارك معكم طريقته، مع انه مشاركته كثير رح اشاركها معكم، كمان كتبوا لي بالتعليقات. ربي يسعدكم وإن شاء الله هيك يجمعكم مع حبايب قلبكم. وهلا بقلكم يلا سلام، واستنوني فيديو جديد ولا تنسوني من اللايك ومن دعواتكم الحلوة، ربي يكرمكم يا رب.